بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بيك، منورنا كابتن. تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن ماهر همام، منور كابتن ماهر. ربنا يكرمك كابتن ناصر. كابتن علاء ميهوب وكابتن ناصر عربي وكابتن احمد، منورنا كابتن. الله يخليك. مبروك للنادي الاهلي على الفوز، وان شاء الله باذن الله نبارك له في المباراه القادمه، هي مباراه الهلال. هارد لك لنادي المريخ، ادى اداء النهارده اداء جيد جدا جدا، احنا طبعا استمتعنا باداء الفريقين. كابتن ايمن، قبل ما نروح للتحليل الفني للحكام، نروح لطاقم الحكام السنغالي اللي هو مجيتي نضال. كابتن علاء، حكم 37 سنه، مرشح بقوه لكاس العالم 2022، خلي بالك من النقطه دي عشان احنا هنتكلم فيها، نقطه مهمه جدا جدا. انت متخيل حكم لما يكون مرشح لكاس العالم كابتن احمد، يعني يعتبر متكامل من الناحيه الفنيه والبدنيه والشخصيه التحكيميه واداره المباراه. للاسف الشديد ان اما يكون هو ده مع سبعه رايحين، يعني عندنا الاثيوبي باملك رايح، بكاري جسامه رايح، جان جاك رايح، مصطفى غربان رايح، رضوان جايد رايح، مجيد نضاي رايح، كل رايح، كل واحد رايح بطاقم التحكيم كابتن احمد، كابتن ماهر طاقم التحكيم بداله. أنا بقول الكلام دوت ليه؟ للأسف مفيش ولا حكم مصري للأسف موجود في كأس العالم، باستثناء محمود أبو رجال. محمود أبو رجال هو حكم مساعد، وكمان هيلعب مع مين يا كابتن أحمد؟ مع بكاري جسامة، يعني هيروح في طاقم بكاري جسامة. دي نقطة مهمة، لما يكون هذا الحكم بهذا المستوى على الفريقين، يعني الأداء هنتكلم في الأداء الفني، ولكن أنا فين الحكام المصريين؟ دي نقطة مهمة، أنا بغير على الحكام المصريين النهاردة. كاس العالم حدث كبير جدا جدا يا كابتن علاء، طبعا والحكم عشان يروح كاس العالم لابد من الدعم والمسانده، سواء من الاتحاد المصري او من المسؤولين، عشان يقفوا جنب الحكم عشان يروح كاس العالم، ما بيروحش لوحده. الحاجات دي كلها بتبقى بالدعم والمسانده. نتمنى ان شاء الله التوفيق لمحمود ابو رجال في كاس العالم، نتمنى يكون عندنا حكم كابتن، عندنا حكام كتير في القائمه الدوليه، للاسف مش ولا واحد فيهم راح لكاس العالم. نروح للاتحاد